السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي متابعين قناة أنبوكس. أهلا وسهلا فيكم في فيديونا اليوم الجديد. اليوم فيديونا راح يكون فتح صندوق أبل آيفون 11 برو ماكس 256 جيجا بايت فيرجن واللي باللون الأبيض أو الفضي. راح يتضمن أيضا الفيديو ففتح علبة حافظة الآيفون 11 برو ماكس من شركة بي ديزاين. الحافظة هي حافظة جيلاتينية يعني حافظة اعتيادية. راح يكون فيديوين في وقت واحد وراح تكون عندنا سلسلة فيديوهات مع هذا الجهاز. راح نسوي مقارنات وراح نسوي مراجعة، فخليكم معنا، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة أصدقائي.